السلام عليكم ورحمة الله. رمضان على الأبواب واليمنيون بلا رواتب منذ أكثر من 8 أشهر، رغم وعود الحكومة ببدء صرف الرواتب، غير أن هذا لم يحدث. تتضاعف معاناة المواطنين في ظل وضع معيشي متردد ووضع صحي أكثر سوءاً، وتنصل الحكومة من تحمل مسؤولياتها والتزاماتها تجاه الموظفين بعد أن قامت الميليشيا بإسقاط الدولة واحتلال مؤسساتها ومصادرة حقوق الموظفين والاستيلاء على إرادة المؤسسات ونهب الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، ليعيش المواطن اليمني بين جحيم الميليشيا وانقلابها على الدولة وتنصل الحكومة الشرعية عن القيام بواجباتها تجاه المواطنين وغياب شبه كلي للمنظمات الإغاثية والإنسانية. في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش استمرار انقطاع الرواتب مع حلول شهر رمضان. في البداية أرحب بضيوفي، سيكون معنا من عدن مدير البنك الأهلي الخبير الاقتصادي محمد حلبوب، ومن تعز رئيس إتلاف الإغاثة في تعز أمين الحيدري، ومن إسطنبول المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية محمد الفقيه، ومن لحج الناطق الرسمي لمسيرة البطون الخاوية فهد العميري. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الأستاذ محمد الفقيه المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للدراسات. مرحبا بك أستاذ محمد. مرحبا وسهلا. أهلا وسهلا. اهلا ومرحبا بك استاذ محمد. في البدايه، كيف تتابع انقطاع الرواتب عن الموظفين في اليمن بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك؟ واتمنى ان تعود الى الخلف قليلا حتى نتمكن من رؤيتك بصوره اوضح. مساء الخير عليكم جميعا وعلى جميع الساده المشاهدين الكرام. في البدايه يعني اوجه التحيه اجلال واكبار لشعبنا الصامد المرابط في كل ارجاء اليمن. في الحقيقة بالنسبة لموضوع الرواتب، هناك إشكاليات وحساسيات إذا أتينا ندرسها بشكل صحيح نجد أن انقطاع الرواتب ليس وليد الصدفة، وإنما هناك إشكاليات متراكمة أسبابها كثيرة، من ضمنها أسباب الانقلاب الحاصل في صنعاء الذي أحدثته الميليشيات علي عبد الله صالح والحوثيين. في البداية طبعاً دعني أقول إنه مشكلة الرواتب تأزمت بشكل كبير جداً لأسباب نقل، من السبب الرئيسي الذي يتوجه باتجاه الحكومة هو نقل البنك المركزي إلى محافظة عدن، وحتى هذه اللحظة لم يتم نقل البنك المركزي بشكل كلي، بالإضافة إلى تدهور الاقتصاد الوطني بشكل كبير جداً لدرجة أنه المؤشرات تقول 42.8 تدهور الاقتصاد بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى تدهور الحالة الإنسانية والوضع السياسي والوضع الاقتصادي والوضع العسكري. واليمن تعاني أساسا من انقلاب، يعني بالأساس أنه نحن نواجه انقلاب غاشم، نواجه جماعات ميليشياوية، نواجه جماعات علي عبد الله صالح التي استحوذت على البلاد بالقوة العسكرية، استحوذت على البنك المركزي، استحوذت على الموارد، استحوذت أيضا على موارد الدولة الإنتاجية. واليمن كما تعرفون أنه تعتمد ب 87% من مواردها المالية على النفط، ولذلك توقفت العملية الإنتاجية في اليمن. اليوم الكثير من القطاعات الموجودة في اليمن وكثير من المحافظات المحررة والغير محررة تعاني من أزمة رواتب، ايضا الدبلوماسيين في الخارج يعانون من ازمه رواتب في السفارات، ايضا الطلاب يعانون من ازمه مرتبات. ولذلك الحكومه اليمنيه اليوم اصبحت عاجزه بشكل كبير جدا عن الوفاء بالتزاماتها الاقتصاديه، بالتزاماتها الانسانيه، بالاضافه الى انها تعمل وبشكل كبير على الجانب العسكري. نعم، دعني أقول أنه المشكلة الرواتب هي مشكلة كبيرة جدا. البنك الدولي أعلن قبل أسبوع في المملكة العربية السعودية مع وزارة المالية وصندوق النقد العربي السعودي بأن هناك محاولة للقيام بعملية كما سموها إعادة الإعمار والدفع بالعملية الإنسانية في اليمن، وقرر البنك الدولي دعم اليمن ب 500 مليار، او هناك صندوق يتم يعني تاسيسه بدعم اليمن ب 500 مليون كمساعده عاجله
المرتبات والحالة الإنسانية في اليمن. نعم، كانت هناك العديد من الحلول أستاذ محمد، لكن اسمح لي أن نشرك معنا في الحديث مدير البنك الأهلي من عدن الخبير الاقتصادي محمد حلبوب. أو قبل أن يكون معنا الدكتور محمد حلبوب، ننضم إلينا من تعز أمين الحيدري رئيس ائتلاف الإغاثة. مرحبا بك أستاذ أمين. أهلا وسهلا أخي الكريم. أستاذ أمين، كيف صف لنا حال الناس مع انقطاع الرواتب ودخول شهر رمضان، وهناك شكاوى عديدة من المواطنين، يعني لا توجد هناك أي رواتب، الوضع الصحي متردي، الوضع المعيشي متردي، كيف هو حال الناس؟ أولا لتصحيح الأخ أخوكم أمين الحيدري المدير التنفيذي لإتلاف الإغاثة الإنسانية. مرحبا بك. في البداية نشكر قناة بلقيس ونشكر هذا البرنامج الاهتمامي في أوضاع الوضع الإنساني خاصة قبل رمضان المبارك. في البداية نهنئ ونبارك الأخوة المشاهدين والأمتين العربية والإسلامية مع قدوم شهر رمضان المبارك، جعله الله شهر خير وبركة وأمن وسلام، خاصة وبلادنا تعيش هذه الظروف الاستثنائية. نعم. منذ عامين ونحن نعيش أوضاع مأساوية ووضعنا من سيء إلى أسوأ. بما يخص وضع الناس في تعز قبل قدوم شهر رمضان المبارك، من المتعارف عليه أخي الكريم والإخوة المشاهدين وكما جرت العادة على الناس سواء في تعز أو في اليمن أو في العالم الإسلامي والعربي، أنه يتم استقبال رمضان والاستعداد له من قبل أشهر، حيث كان الناس متعودين أن شهر رمضان هو شهر البركة وشهر الخير وشهر التكافل والتراحم. تعود التجار والميسورين على إخراج زكواتهم وصدقاتهم في شهر رمضان المبارك. نعم. ليعم الخير الجميع، خاصة الفقراء والمعوزين والذين ليس لهم دخل. نعم. أما من كان لديهم دخل كانوا يوفرون مبالغ بسيطة من مرتباتهم من الشهور السابقة. نعم. وذلك لسد الاحتياج في شهر رمضان المبارك، وكانوا يبدؤون بشراء حاجاتهم من شهر شعبان. نعم. أما اليوم أخي الكريم فقد اختلف الوضع تماما، أصبح التجار والميسورين في تعز وفي بقية محافظة اليمن ومن كانوا يخرجون أموالهم أو من أموالهم مبالغ زكوات وصدقات للفقراء هم اليوم منتظرين من يدعمهم، لأنهم متوقفين عن العمل منذ عامين، حركة السوق متوقفة. هؤلاء هم التجار اليوم. نعم. شريحة الموظفين يا أخي الكريم متوقفة رواتبهم منذ 9 أشهر، وهم منتظرين المساعدة الإغاثية التي هي متوقفة كذلك منذ شهر أغسطس 2016، منذ فتح المنفذ الغربي للمدينة التي فتح بعد سنة ونصف من الحصار. توقفت الإغاثة وما زالت الإغاثة تأتي إلى خارج المدينة وتحصر وتحتجز في أماكن لا تستطيع الدخول داخل المدينة. نعم. طيب، أمام ما تحدثت أستاذ أمين من الوضع المعيشي المتردي وعدم وجود منظمات إغاثية تعمل منذ 2016 توقف عملها، إذن المواطنين الآن على ما يعني يقتاتون، على ما يدبرون حياتهم اليومية، ما يحتاجونه من مواد غذائية. أخي الكريم، المواطنين والفقراء والمعوزين والنازحين المضررين الذين ليس لهم دخل، والأسر التي بلا عائل حالهم حالة مأساوية. الأسر النازحة أخي الكريم في بعض المديريات، خاصة في مديريات الساحل الوازعية والموزع وجبل حبشي ومقبنة، يعيشون والله أقسم أنهم يعيشون في العراء، يعني يفترشون الأرض ويلتحمون السماء. الوضع في تعز أصبح لا يطاق. الأوضاع الإغاثية شبه متوقفة ما عدا بعض المنظمات أو المكونات المحلية التي لا ترتقي إلى مسمى إغاثة، هي بالأخير معونة أو عمل خيري بسيط من بعض المنظمات المحلية. نعم. لأن المساعدات في عام 2015 و2016 كانت لا بأس، كانت تغطي جزء من معاناة المواطنين. اليوم بعد أن توقفت المساعدات والمنظمات الدولية من دعم المدينة، أصبح الوضع مأساوي مع توقف مرتبات الموظفين، وكذلك اليوم حاليا يا أخي الكريم مع انتشار الأمراض والأوبئة بسبب عدم رفع القمامة وانتشار
الأوبئة وخاصة المرض الكوليرا التي بدأ يعني ينتشر في المدينة وفي بعض محافظات اليمن أجمع. أستاذ أمين، تصريحات الحكومة لأكثر من مرة بصرف الرواتب وأيضا يعني من ضمن التوجيهات لمحافظة تعز، إلى الآن لم يتم صرف أي رواتب لمنتسبي مؤسسات الدولة في تعز. للأسف أخي الكريم، صرفت جزء من مرتبات شهر يعني ديسمبر 2016 في القطاع التربوي فقط. نعم. لأكثر أعتقد لسبع مديريات أو ثمان مديريات كمرحلة أولى. من تلك المرحلة لم يصرف بقية المراحل، وكذلك موظفي الدولة وموظفي قطاع الدولة لم تصرف لهم رواتب إلى الآن. نعم. إذا طيب أستاذ أمين، تكرم بالبقاء معي، وأيضا الأستاذ محمد الفخي، نذهب الآن لمتابعة هذه التصريحات التي تلخص حالة المواطن الذي أصبح بلا رواتب وأيضا الوضع المعيشي، ومن ثم نكمل النقاش، ابقوا معنا. سيأتي علينا رمضان هذا بالخير والعافية، ولكن نحن يعني مضطرين أن نتكلم بهذا الكلام. في ناس يعني محتاجين احتياجات ضرورية بعدم إمكانيات لهم، وفي ناس موقفة عن الشغل يعني، والأسر والحالة المادية مرة في شهر رمضان. يأتي شهر رمضان المبارك في هذا العام، والشعب اليمني بشكل عام ومواطنو محافظة تعز بشكل خاص يعيشون ظروف اجتماعية وظروف مادية صعبة جدا، ففي ظل الارتفاع المتزايد للأسعار الذي لا ينتهي عند حد، وفي ظل كذلك انقطاع الرواتب لعدة أشهر، ما زال المواطن في محافظة تعز يعيش هذه الظروف الصعبة وهو يعاني الأمرين. ويأتي شهر رمضان في هذا العام والظروف إلى الأسوأ، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عن جميع المواطنين في محافظة تعز. رمضان على الأبواب والرواتب غير موجودة، والغلاء يزيد اشتعالا بسبب تأخير الرواتب. لم نستطيع شراء لوازم رمضان. نرجو من الحكومة الشرعية بتسليم الرواتب المتأخرة كاملا. وقدوم شهر رمضان في هذا السنة يمثل حالة سيئة لمعظم الشعب اليمني، لأنه أتى في ظروف قاسية وفي ظروف حرب وفي ظروف خاصة، الناس منعت عنهم رواتبهم، الغلاء الفاحش يعتصرهم، الحصار لمدينة تعز ساهم مساهمة كبيرة في تضييق على معيشة الناس. بالنسبة لقدوم شهر رمضان المبارك يحتاج إلى إمكانيات، ويعني كثير من الموظفين والمدرسين يعني يعانون من انقطاع الرواتب وهذه مشكلة. فيعني نتمنى من الحكومة ومن الرئيس عبد ربه منصور هادي الرئيس الشرعي ومن الحكومة الشرعية أن يقوموا بدورهم حول هذا الأمر، لأن رمضان يحتاج إلى. حياكم الله مشاهدي الكرام، وعدنا من جديد. تابعنا إذا عينة من الشكاوى التي يعني يقولها المواطنون بسبب عدم صرف الرواتب، لا سيما مع قدوم شهر رمضان. وأعود إلى اسطنبول عبر السكايب مع الأستاذ محمد الفقيه. أستاذ محمد، كيف تفسر عدم إيفاء الحكومة بتعهداتها بصرف رواتب الموظفين، رغم أنها أعلنت أكثر من مرة بأنه سيتم صرف الرواتب، لكن لا يجد المواطن أي يعني واقع أنها تسلم الرواتب فعلا؟ طبعا نحن لا نريد أن نقلد الحكومة أو ننتقد الحكومة لقدا لاذعا فوق العبء التي تتحمل الحكومة، لكن دعني أقول أنه الحكومة هي تصدر تصريحات بناء على وعود تحصل عليها، سواء كانت هذه الوعود من جنيف أو من دول التحالف. آخر وعود حصلت عليها الحكومة هي المحفظة المالية قيمتها 500 مليون دولار، أعلنت المملكة العربية السعودية بتبرع بمئة مليون دولار، والحكومة هي تعول على هذا الدعم. الحكومة اليوم متوقف لديها الطاقة الإنتاجية بشكل كلي، والحديث اليوم عن نقل البنك المركزي كليا إلى محافظة عدن عبارة عن نقلا شكليا، لم تتم حتى هذه اللحظة نقل البنك المركزي اليمني، والجميع يدرك طبعا أنه ما الذي بقى في صنعاء أستاذ محمد حتى لم يتم نقله إلى عدن؟ لم تقبل المؤسسات الدولية، لم تقبل المؤسسات الدولية والبنك الدولي نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، لأن الوضع في عدن هشاً، والأحداث الأخيرة في عدن أثبتت للجميع أنه فعلاً الوضع هشاً. إذا كان البنك المركزي اليمني في صنعاء
يعني تعرض لاحتلال من قبل ميليشيات. اليوم البنك المركزي اليمني في محافظة عدن أيضا على وشك أن يتعرض لاحتلال من قبل هذا من هذا الطرف أو ذاك، ولذلك الوضع في عدن ما يزال هشا، والمؤسسات الدولية النقدية لم توافق على نقل البنك المركزي إلى عدن بصورة كلية، وأصبح عمل البنك المركزي اليمني اليوم مجمد كليا. والجميع طبعا يدرك هذا الشيء، أنه صرف المرتبات في المحافظات تم صرفها عبر شركات محلية، والكل يعرف ما هي الشركات التي تمت صرف المرتبات عبرها. إذن نحن أمام مشكلة أخرى. هناك أيضا استطاعت الحكومة أن تتفادى هذه الإشكالية بتوقف البنك المركزي اليمني سواء محليا أو خارجيا، قامت بتنفيذ المقترح الذي أصدره البنك الدولي عبر منظمة المؤتمر التعاون العربي، وأيضا صندوق النقد العربي بإنشاء محفظة قيمتها 500 مليون دولار من أجل صرف المرتبات، من أجل تعافي الاقتصاد ولو شبه يعني بسيط جدا، حتى لو 3.6. أيضا هناك يعني طريقة أخرى، هو أن الحكومة اليمنية تحاول بقدر المستطاع أنها يعني تصدر النفط أو تعمل عملية صفقة. هناك الآن حديث من قبل الحكومة بأنه سيتم بدء بيع النفط من يعني في المسيلة حضرموت، وأيضا بعض يعني كميات النفط المخزنة 1 مليون برميل تقريبا أو 3 مليون برميل سيتم بيعها وسترفد الإرادة العامة. نحن الآن نتحدث عن وعد قامت به الحكومة. الحكومة عندما تقول سنصرف الرواتب بالتأكيد أنها لديها مبالغ ما يفي بتسليم رواتب الناس، لا سيما وهي كانت تطالب من الميليشيا برفع كشوفات عام 2014 للبدء، لكن يعني الآن مر أكثر من يعني 4 إلى 5 أشهر منذ إعلان عن صرف الرواتب ولم يتم صرف شيء. طبعا الجميع يعرف سابقا أنه الحكومة يعني طبعت عملة نقدية ما يقارب 400 مليار ريال يمني في روسيا، تم تسليمها عن طريق تركيا. هذه أيضا عملت عملية إشكالية كبيرة للاقتصاد الوطني. انتهت هذه العملة التي تم طباعتها اليوم فقط 200 مليار، و200 مليار ما تزال قيد الطباعة. اليوم الحكومة اليمنية كما قلنا سابقا أنها تقدم وعود، وهي ليست يعني ربما البعض يقول أنه هناك عراقيل فعلا من الحكومة، الحكومة تحاول أن تبذل، بالعكس الحكومة هي تحاول أن تحل الإشكاليات لكن بناء على وعود. وكما قلنا اليوم لدى الحكومة 250 مليون دولار. نعم طيب أستاذ محمد، يبدو فقد الاتصال بأستاذ محمد، ينضم إلينا الآن من محافظة عدن مدير البنك الأهلي الباحث الاقتصادي الدكتور محمد حلبوب. مساء الخير دكتور. مساء النور والسرور. مرحبا بك دكتور. ربما أكثر من مرة نستضيفك وأكثر من مرة تتحدث عن بدء صرف الرواتب، وكنت من ضمن اللجنة الإشرافية الاقتصادية لعمل حلول اقتصادية مع الحكومة الشرعية، الآن أنت مدير البنك الأهلي. ما هي الأسباب الحقيقية فعلا التي تمنع الحكومة من عدم صرف مرتبات الموظفين؟ السبب الأساسي هو عدم تحويل الإيرادات التي يحصل أو التي يتم تحصيلها في المناطق التي تحت سلطة الحوثيين، وعدم إرسال الكشوفات. نحن نعرف أنه تحت سلطة الحوثيين هناك إيرادات في صنعاء باعتبارها المركز الرئيسي للشركات، يتم أو تم تجميع أو تحصيل 584 مليار، وهذه الأموال يتم استخدامها للمجهود الحربي ولبعض الأمور الأخرى. فإذا قامت الحكومة باستخدام المطبوع أو المصدر من العملات الريال، فإن هذا سوف يؤثر تأثيرا كبيرا على سعر صرف الريال، مما سوف يرفعه بشكل كبير جدا. ولكن إذا تم استخدام الإيرادات المتحصل عليها أو حتى إذن الخزانة، فإن هذا التأثير سيكون أقل بكثير. السبب الأساسي في عدم صرف الرواتب هو رفض تسليم الإيرادات، وهناك استحالة، أقول استحالة، أن يتم صرف الرواتب إذا لم يتم يعني تسليم الإيرادات
التي تتحصل عليها نعم. في المحافظات التي تقع تحت سلطة الانقلابية. نعم، إذن دكتور محمد، على أي أساس صرحت الحكومة أكثر من مرة بأنها ستصرف رواتب الموظفين وفي جميع محافظات الجمهورية؟ الحكومة كانت تعتقد بأن الحوثيين يقدرون الشعب اليمني ويقدرون الموظفين وسوف يتعاملون كما تم التعامل معهم عندما كان البنك المركزي في صنعاء. عندما كان البنك المركزي في صنعاء كان يتم تحويل كافة الإيرادات من عدن ومن حضرموت ومن المهرة ومن النفط ومن أي شيء كان إلى البنك المركزي، فكانت تعتقد وكان وهذا الشيء طبيعي ما دامهم كانوا يقولون بأن البنك المركزي بنك محايد، كان شيء طبيعي أنه كما كنا نرسل إليهم الإيرادات من عدن ومن مناطق المحررة يجب أن يرسلوا أيضا الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن، ولكن هذه العملية لم تتم وبالتالي لم يتم المقابل لها وعدم دفع عن أي إيرادات. نعم نعم دكتور محمد، عن إيرادات ممكن ترفد البنك المركزي من هذه المحافظات التي تخضع لسيطرة الميليشيا؟ معظم الإيرادات من الضرائب المباشرة تقع في صنعاء. نعم. وهي تصل في السنوات الأخيرة إلى أكثر من 550 مليار ريال، وذلك بسبب وجود كافة البنوك وكافة المؤسسات وكافة الشركات مركزها الرئيسي موجود في صنعاء، وبالتالي يتم تحصيل الضرائب المباشرة على الأرباح وعلى الرواتب وعلى كل المعاملات في المركز الرئيسي الموجود اصلا في العاصمه صنعاء. بالاضافه الى ذلك هناك ايرادات كثيره تصعد الى صنعاء من تعز، كذلك هناك ايرادات اكثر يتم تحصيلها من الحديده من ميناء الحديده ومن الحديده بشكل اساسي. نعم. كل هذه الايرادات وهي الاكثر بالمناسبه هي المبالغ الاكثر اذا ما استثنينا النفط. نعم. اذا ما استثنينا النفط فانه معظم الايرادات المباشره والإيرادات غير مباشرة الناتجة على الجمارك تذهب إلى العاصمة السابقة صنعاء. نعم دكتور محمد، ولكن كما تعلم الميليشيا هي تنصلت أو ربما لم يعد من أولوياتها واهتماماتها صرف رواتب للموظفين، بل هي حولت كل المحافظات التي تخضع لسيطرتها إلى سوق سوداء وتنهب المواطن من بقدر أو بكل ما تستطيع، ولم تبقى للمواطن أي شيء في هذه المحافظات. هنا الوضع والوضع القانوني هو أمام الحكومة الشرعية بأن تتحمل مسؤوليتها أمام هؤلاء المواطنين. ما ذنب المواطن في هذه المحافظات أن يموت جوعا ويبقى بلا راتب والسبب هي الميليشيا؟ ذنب الموظف هو أنه يخدم الميليشيا، هو أنه يخدم الانقلابيين. إذا الموظف يريد أن يحصل على راتبه فيجب عليه أن يضغط على الانقلابيين لا أن ينزل في مظاهرات معهم. الموظف يجب أن يقول لهم يعني أن لا يعمل لمصلحة المجهود الحربي أو لمصلحة نجاح أو إنجاح الانقلابيين إذا كان يريد. يجب أن يحدد الموظف موقفه. ولكن دكتور محمد، الموظف هو الذي يجعل من الانقلابيين يستطيعون الاستمرار. ولكن كما تعلم دكتور محمد كما تعلم هناك القبضة الأمنية والقمعية التي تمارسها سلطة الميليشيا في هذه المحافظات على المواطن لا تجعل أحد يتكلم، ومن تكلم إما السجن أو يقتل أو ينفى من هذه المناطق. يجب أن لا نصدق هذه القضية. القبضة الأمنية صحيح لها تأثير، ولكن القبضة الأمنية لا تفرض على الموظفين أن ينزلوا بالملايين إلى ساحات السبعين وغيرها. الحديث عن هذا هو حديث غير سليم. يجب هناك يعني لا يمكن إمكانية لا يمكن على الإطلاق أن يتم صرف مرتبات لمحافظات هي تدفع إيراداتها لجهة أخرى. إذا تمت هذه العملية فهناك سيكون خطأ فادح، لأن بذلك نعطي للميليشيا إمكانية استخدام الإيرادات الأخرى للمجهود الحربي، وبالتالي فإن هذا سوف يطيل الحرب. ولذلك على الموظفين الذين لم يستلموا رواتبهم أن لا يذهبوا إلى العمل، عليهم أن يعلنوا الإغراب، عليهم أن لا يكونوا أداة من أدوات السلطة من أجل استمرارية الحرب ومن أجل استمرارية المعاناة.
الموظفين وعددهم في حدود مليون موظف أو أقل حوالي 750 ألف موظف، يجب أن يلعبوا دور أساسي إذا أرادوا أن تنتهي الحرب، إذا أرادوا شرعنة والسماح للميليشيا أن تبقى، فعليهم أن يقتنعوا بأن هذه هي سلطتهم وعليهم أن يتعاملوا معها. أما إذا كانت قناعاتهم تؤكد بأن هذه سلطة انقلابية وبأنها غير شرعية وبأنها سوف تؤدي اليمن إلى الكوارث كما هو الحال في الكوليرا كما هو الحال في الفقر كما هو الحال في الحرب، فعليهم أن يحددوا موقفهم. نعم، إذا هذا فيما يخص نعم. طيب دكتور محمد، هذا النوع من أنواع الطوباوية. نعم دكتور محمد، هذا فيما يخص المحافظات التي تخضع سيطرة الميليشيا. أيضا المحافظات المحررة هناك يعني الموظفين بلا رواتب، على وجه التحديد مثلا تعز الآن 7 أشهر بلا رواتب، إذا كيف يمكن أن يعني أن نعفي الحكومة من عدم تسليم الرواتب لها؟ في موضوع تعز القضية مختلفة تماما، هناك صراع في تعز بين المحافظ الذي يريد أن يجمع كافة الإيرادات وتحويلها إلى البنك المركزي في عدن وبالتالي الحصول على الرواتب، وبين مجموعات أخرى فتحت حسابات عديدة للإيرادات وأصبحت تستخدمها استخدامات شخصية، وقد حصل أنه تم إيقاف أو إغلاق البنك الأهلي اليمني أو فرع البنك الأهلي اليمني في تعز بسبب الصراع بين الوكيل الذي يريد المحافظة على حساب خاص به وبين المحافظ الذي كان يريد توحيد هذه الحسابات المختلفة في حساب يصب في البنك المركزي. نفس المشكلة إلى الآن لا تزال تعز لا تدفع إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن بسبب الخلافات الموجودة بين المحافظ والوكلاء. نعم. طيب دكتور محمد تكرم بالبقاء معي وأعود إلى تعز مع أمين الحيدري رئيس ائتلاف أو مدير ائتلاف الإغاثة في محافظة تعز. أستاذ أمين، إذن أمام يعني ما تحدث الدكتور محمد حلبوب وأيضا الأستاذ محمد الفقيه، أنتم يعني كجهات إغاثية هل يمكن أن تساهموا بشكل أو بآخر للتخفيف من معاناة المواطنين وتوفير أي الحدود الدنيا على الأقل لما يحتاجه المواطنون مع قدوم شهر رمضان؟ طبعا يا أخي الكريم، بحمد الله عز وجل المنظمات والمكونات المحلية والإغاثية عملت منذ بدء اندلاع الحرب وإلى اليوم وهي تعمل بجهود شخصية تحت يعني مسمى عمل خيري والإغاثة لكي تخفف من أعمال أو من احتياجات المواطنين. اليوم طبعا يعيش الناس على المساعدات الإغاثية، الرواتب متوقفة، الإغاثة متوقفة، الحرب مستمرة، الحصار مستمر، الأمراض والأوبئة منتشرة، سوء التغذية فتك بمجموعة من الأطفال بسبب نقص المكملات الغذائية والحليبات وسوء التغذية كذلك، الكوليرا كذلك، تعز الموت والجوع والمرض اجتمع على هذه المدينة، لكن بحمد الله عز وجل مع وجود هذه المكونات والمنظمات المحلية خففت من معاناة المواطنين. لكن يا أخي الكريم، هذا التخفيف لن يستمر، لأنه مع توقف المنظمات الدولية ومع توقف الإغاثة الدولية والإقليمية لابد أنه يوجد بدائل تستطيع أن يعني البدائل من وجهة نظرك أستاذ أمين، البدائل من وجهة نظرك نعم. البدائل من وجهة نظرك ما هي؟ البدائل مضاعفة الاستجابة الإنسانية، لأنه هناك ضعف للاستجابة الإنسانية ربع المأساوي في تعز. المنظمات الدولية أخي الكريم هي الآن خارج المدينة، نحن نطالب الحكومة بأن تخاطب هذه المنظمات الدولية بأن تكون لها مكاتب في المدينة، هناك مليارات الدولارات تصرف في محافظات وفي مديريات ربما لن تكون اكثر حاجه من المحاصره من المديريات المحاصره او من المحافظه المحاصره. كذلك دور السلطه المحليه في تعز يعتبر شبه غائب، يعني عدم تفعيل المكاتب التنفيذيه، نريد تفعيل المكاتب التنفيذيه للمحافظه، هناك ضعف لتمويل المشاريع الصغيره، نحن بدورنا نسوق مشاريع صغيره لكي يستطيع الانسان في تعز والمواطن في تعز ان يجد له بديل، لكن مع ضعف هذه المشاريع تعتبر يعني كعائق من العوائق التي نعم. يعني لا نستطيع ان نستمر في عمليه الاغاثه. نعم. هل لا زال هناك اي تواجد للجنه الاغاثه تقديم اي معونات ام انقطع تماما؟
لجنة الإغاثة الهيئة الإغاثة العليا برئاسة عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية، هل لا زال هناك أي نشاط؟ هل لا زال أي معونات تقدم؟ اللجنة العليا للإغاثة يا أخي واللجنة الفرعية هي دورها دور تنسيقي، هي يعني لم تساهم في 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 دور إغاثي في استلام، المفروض أن يكون دورها التنسيق ما بين المنظمات الدولية والمنظمات المحلية، هي دورها تسهيل دخول الإغاثة. اليوم نحن نناشد جميع المنظمات الدولية والإنسانية بأن تنقذ تعز وأن يعني قبل أن تحل الكارثة، لأن تعز تعيش الأمرين، تعز وكل المحافظات. أستاذ أمين، المشكلة حصل في جميع المحافظات والأوبئة والأمراض منتشرة في جميع المحافظات، نتمنى أن تكون رسالتك قد وصلت. شكرا جزيلا لك الأستاذ أمين الحيدري مدير ائتلاف الإغاثة في محافظة تعز. وقبل العودة للدكتور محمد حلبوب والأستاذ محمد الفقيه، نذهب الآن لمتابعة هذا المد المعلوماتي يعدها الزميل وديع عطا، ومن ثم نكمل النقاش. حياكم الله مشاهدينا الكرام، عدنا من جديد، واعود هذه المره الى الاستاذ محمد الفقيه عبر السكايب من اسطنبول. استاذ محمد، ربما سمعت ما طرحه الاستاذ او الدكتور محمد حلبوب مدير البنك الاهلي، حمل الاشكاليه بالكامل على الموظفين الذين متواجدين في المحافظات التي تخضع لسيطره الميليشيا ويجب عليهم النزول للشارع وعدم العمل تحت سلطه الميليشيا، وربما هذا يساهم من اجل ان تصل الايرادات الى الحكومه الشرعيه وتصرف رواتب، ما رايك انت؟ طبعا أنا أتفق معه في جزئية، وفي جزئية أخرى أختلف معه تماما، لأنه الجانب الفني في البنك المركزي اليمني ليس جاهزا لتوريد الإيرادات. حتى نكون واقعين بشكل أكبر، المحافظ أو مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي مع وزير المالية أحمد الفضلي تحدثوا قبل 8 أيام أو أسبوع حول الدعم الفني للبنك المركزي اليمني، ما تزال الحكومة اليمنية تتحدث عن الدعم الفني للبنك المركزي اليمني، بمعنى أنه البنك المركزي اليمني عملية نقله غير مكتملة تماما، أي توريد للموارد المالية للدولة سواء من الضرائب سواء من الجمارك لن يتم إلا عبر الطرق القانونية والإجرائية المتعارف عليها، لن يتم بطريقة يدوية، ستتعرض الأمور لكما تعرضت قبل فترة مرتبات محافظة تعز كما سمعتم عن طريق الكريمو إلى آخره، تتعرض للنهب وتتعرض العملية الفنية غير مكتملة. كان نقل البنك المركزي اليمني عملية شكلية، إذن نحن أمام مشكلة إنسانية، أمام نحن مشكلة اقتصادية، أمام نحن مشكلة إجرائية، وأيضا مشكلة إدارة. الحكومة اليمنية للأسف الشديد عندما يعني تعمل عملية مقارنة أو تعمل عملية مقاربة أو عملية تقييم أداء للوزراء الموجودين في الحكومة الشرعية اليوم، نجد أنه أكثر وزارات ضعيفة مثلا على سبيل المثال للحصر هي مثلا وزارة الصحة، وهي التي يفترض أن تكون من أفضل الوزارات عملا اليوم في الميدان. حتى لا نتشعب أستاذ محمد، حتى لا نتشعب في الموضوع، نحن مركزون على مسألة الرواتب، لماذا لا تصرف وحال الناس متعب وثمانية أشهر من انقطاع الرواتب. اسمح لي أن أعود للدكتور محمد حلبوب وأسمع وجهة نظره. دكتور محمد، عدنا لك من جديد، إذا تحدثت كثيرا بأن المشكلة ليست في الحكومة ولا في الشرعية، هل سيترك اليمنيون يعني يموتون من الجوع بلا رواتب، الأمراض تفتك بهم؟
أعتقد بأن اليمني يفترض أن يكون تفاعل وإيجابي وأن لا ينتظر صدقات من أحد وأن لا ينتظر يعني حسنات من أحد، بل عليه أن يحصل على يعني حقوقه من خلال ما يعمل. وإذا كان أي جهة ليست لا تقدم له يعني راتب، عليه أن لا يعمل معها. يجب على كل موظف أن يتعامل مع الجهة التي يعمل لديها مباشرة، أن لا يذهب إلى الأطر العليا، أن لا يذهب إلى الجهة. أنا أعمل في مكان ما، فيجب على مدير هذا الجهاز إذا اتفقنا. نعم إذا اتفقنا. نعم دكتور محمد، إذا اتفقنا مع ما طرحت، إذن أنا كمدرس أو معلم أترك المدرسة ونوقف العملية التعليمية، أنا كطبيب لا أذهب إلى المستشفى ويموت الناس في الشوارع، لا 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 أقوم بدوري على الأقل الأخلاقي والإنساني، هذا ما تريد القول؟ لا أنا لا أقول هكذا، ولكنني أقول عليه أن يحدد موقفه، عليه أن يا عزيزي يجب أن لا نهرب من الحقيقة. المناطق الشمالية الآن هم نفسهم رافضين الحصول على رواتب، هم لا يرسلون حتى الكشوفات، هم لا يقبلون لا يرسلون الإيرادات. يا عزيزي عندما كنا في عدن سابقا وكان البنك المركزي في صنعاء، كان المسؤول في عدن يطلع الى صنعاء وهو يحمل يحمل العسل ويحمل الهدايا من اجل ان يحصل على رواتب موظفيه. نحن الان لا نطلب منهم لا زبيب ولا نطلب منهم شيء، مطلوب كشوفات ومطلوب ايرادات تصل الى البنك المركزي. يجب على هؤلاء ان يبطلوا الحركات، انه انا باوقف بعملي مع الحوثيين وفي وارد راتبي من الشرعيه. نعم. هذا كلام غير منطقي وغير مقبول، ولا يمكن. انا خايف من الحوثيين، ولكني اتكلم بكل قوه وسوف اذهب بمظاهره راجله الى عدن للمطالبه بحقوقي. نعم. يجب ان يذهب الذي يريد حقوقه، يجب ان يذهب مثلا الى البنك المركزي الموجود في عب مثلا، الذي هو فيه توجد الايرادات. نقلتم انتم نقلتم البنك المركزي دكتور محمد. نعم دكتور محمد، انتم نقلتم البنك المركزي من صنعاء وتحملتم المسؤوليه امام المواطنين، ولذا يجب عليكم صرف رواتب الناس. نعم نعم، تم تحويل البنك المركزي، ولكن هذا البنك المركزي يجب ان هو مجرد صراف. اذا انت جبت ايرادات فانك تحصل على نفقات، اما انك تريد البنك المركزي لا يخلق النقود من الهواء، ولا يخلق النقود من الشوارع، ولا يخلق النقود من الجدران. البنك المركزي يحصل على ايرادات ويحولها الى نفقات. نعم. واذا كانت هناك لحظات يعني او مبالغ يعني محدوده يمكن ان يقترض من الجمهور من خلال اصدار نقدي، ولكن لا يمكن ان يتم هذه التحايل على السياسي بحيث انه نعم. اعمل مع الحوثيين واطالب برواتب من طيب. من الشرعيه. طيب. هذا كلام يعني غير منطقي. طيب دكتور محمد مقبول. نعم دكتور محمد، انت ذكرت نقطه وجزئيه مهمه، من هم الان ذهبوا بمسيره البطون الخاويه واتجهوا الى عدن للمطالبه بصرف رواتبهم، وانتقدت هذا الفعل. معنا الان المتحدث باسم هذه المسيره الاستاذ او الاخ فهد العميري. مرحبا بك فهد. أخ فهد مرحبا بك. فهد العميري تسمعني؟ الدكتور محمد الحلبوب يسمعك وانتقد هذه الخطوة التي قمتم بها، ما هو ردك عليه؟ تفضل. نعم نعم أسمعك. طبعا نحن توجهنا إلى العاصمة عدن للمطالبة بصرف رواتبنا كاملة غير منقوصة، لأننا نطالب حكومة شرعية، ولست مع ما قاله الأخ بالذهاب إلى بنك إب وما إلى ذلك. طبعا معروف أنه تعز أو أبناء تعز وقفوا إلى جانب الحكومة الشرعية وأعلنوا تأييدهم للشرعية وللرئيس عبد الرب منصور هادي، وما زالت تعز حتى اللحظة تقصف من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، وما زالت تحاصر من قبل هذه الميليشيات بسبب موقف أبناء المحافظة المؤيدة والمساندة للشرعية. وهذا ينفي ما قاله الأخ من أن هناك تعاطي مع الحوثيين أو ما إلى ذلك. نعم. بما يتعلق بالبنك المركزي، نعم. طبعا معروف أنه تم نقل البنك المركزي إلى محافظة إلى العاصمة عدن، ومعروف أن الرئيس عبد الرب منصور هادي التزم في الأمم المتحدة بدفع رواتب الموظفين، ومعروف أن هناك تصريح لرئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن داغر
في جنيف بأن الحكومة دفعت الرواتب في المناطق المحررة. نعم. ونحن حينما غادرنا من المناطق المحررة التي تتبع الشرعية ولا تتبع الحوثيين. نعم. كما أنه إذا كان هناك اختلال فيما يتعلق في توريد الإيرادات إلى عدن، فالإشكالية تكمن هنا في أدوات السلطة المركزية في تعز المتمثلة في المحافظ. نعم. هناك اختلال واعتلال كبير فيما يتعلق في إدارة السلطة المحلية في تعز. نعم. لا يوجد في تعز محافظ، محافظ تعز خارج المحافظة بشكل تام. نعم. تعز بحاجة إلى، نحن بحاجة إلى معالجات للوضع القائم في المحافظة فيما يتعلق طيب. بأدات السلطة المركزية. طيب أستاذ فهد، حتى نستغل الوقت لأنه لم يتبقى إلا دقائق بسيطة، وأريد أيضا أسمع رد من الدكتور محمد حلبوب كرد نهائي. أنتم الآن بهذه المسيرة هل سمح لكم أن تصلوا إلى عدن أم هناك عراقيل تمنعكم من الوصول؟ ثورة تحركنا اليوم من سوق الربع بمديرية المقاطرة محافظة لحج باتجاه طور الباحة. اعترض طريق سيرنا مدير مديرية طور الباحة ومنعنا من مواصلة السير قائلا بأن هناك توجيهات من وزارة الداخلية ومن التحالف بمنع وصولنا إلى عدن. نعم. طبعا هناك اعتراض من قبل مسلحين لمقدمة المسيرة. هناك عملية تحشيد وإرهاب نفسي شديد يمارس على المشاركين في المسيرة. هناك تهديدات تصل إلى حدود التصفيات الجسدية للأعضاء المشاركين في المسيرة. إذن ما الذي يضطركم أستاذ فهد أمام هذه التوجيهات أستاذ فهد التي يعني ربما تعرضكم للخطر؟ لماذا تصرون على الوصول إلى عدن والحكومة ووزارة الداخلية تحذركم من ذلك وهي تعمل على عمل حل من أجل صرف الرواتب؟ ربما كان قبل يعني في القريب في هذا الأسبوع تم يعني صرف رواتب لبعض الجهات في محافظة تعز. تظاهرنا في محافظة تعز لمدة 3 أشهر للمطالبة بصرف رواتبنا، لكن الحكومة لم تعرنا أي اهتمام ولم تلتفت لمطالبنا. أبناءنا يتضورون جوعا، نحن لم نستلب رواتب منذ 8 أشهر. نحن نعاني من مجاعة حقيقية، من انعدام تام للأمن الغذائي. نحن نموت كل يوم وأطفالنا بسبب ما تمارسه علينا الميليشيات الإنقلابية من قصف وحصار، وما تمارسه حكومة الشرعية من تجويع ممنهج. لم يعد أمامنا من خيار سوى أن نتوجه مهما كانت المخاطر لننتزع حقوقنا، لنوصل رسالة إلى العالم جميعا بأن تعز تعاني كثيرا، بأن أبناء تعز يتضورون جوعا، بأن الموظفين لا يتسلمون رواتبهم منذ 8 أشهر. عليك أن تتخيل أخي ما معنى أن لا تستلم رواتب منذ 8 أشهر. نعم. الوضع في تعز كارثي 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 بكل ما وهو كذلك المعنى. نعم فهد العميري، وهو كذلك في بقية المحافظات الأخرى. أشكرك جزيل الشكر الناطق الرسمي بس مسيرة البطون الخاوية، كنت معنا من طور الباحة من لحج. أعود عودة أخيرة للدكتور محمد حلبوب. دكتور محمد، كيف تعلق على ما سمعتنا الأخ فهد العميري وهو أحد الناس الذين راتبهم من قطع من 8 أشهر وهم بلا رواتب، يبحثوا عن لقمة العيش ما يحتاجونه لعوائلهم لأولادهم، المرض يفتك باليمنيين من كل جانب، ما هو الحل الآن من وجهة نظرك يعني كالتزام أخلاقي من الحكومة أمام المواطنين؟ أنا أعتقد بأنه يعني توجه المسيرة غير منطقي. الإيرادات إيرادات تعز تذهب إلى إب، إلى البنك المركزي في إب، بينما هو يأتي إلى عدن من أجل الحصول على راتب. أعتقد أن هذا كلام غير منطقي. بعيداً عن المسيرة دكتور محمد، بعيداً عن المسيرة دكتور محمد، حتى أستغل الدقيقة الأخيرة، بعيداً عن المسيرة الآن نتحدث بشكل عام، ما هو الواجب على الحكومة وكالتزام أخلاقي أمام اليمنيين الذين يتضورون جوعاً يموتون من الأوبئة والأمراض؟ بشكل عام وفي كل أنحاء العالم، إذا أنت دفعت إيرادات إلى البنك المركزي تحصل على نفقات، أما إذا كانت إيراداتك لا تذهب إلى البنك المركزي فأنت لن تحصل على نفقات مطلقا. أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد حلبوب مدير البنك الأهلي، كنت معنا من محافظة عدن. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، شكرا للأستاذ محمد الفقيه كان معنا عبر السكايب من إسطنبول. الشكر أيضا للدكتور محمد حلبوب رئيس البنك أو مدير البنك الأهلي في محافظة عدن، والشكر أيضا للأخ أمين الحيدري رئيس مدير ائتلاف الإغاثة في محافظة تعز، وكذلك الشكر لفهد العميري الناطق الرسمي باسم مسيرة البطون الخاوية. الشكر أيضا لكم على حسن المتابعة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا ومنتجة البرنامج إلهام عامر، كما هي لكم مني بشير الحارثي. السلام عليكم ورحمة الله.